لنحكي اكثر عن هذا اليوم العالمي لرواد الفضاء بصيرنا اكيد نرحب بالاستوديو بالاستاذه عبد العزيز صنوبر نائب رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. يسعد صباحكم، صباح الخير. يا اهلا وسهلا. خلينا بالبدايه نحكي عن اليوم العالمي لرواد الفضاء، اهميه هذا اليوم. طبعا المنظمه العامه للامم المتحده بتعمل لكل فعاليه لها اهميه بالحياه تعمل لها يوم عالمي. من ضمن هالفعاليات كانت يعني حديثا تم الاحتفال باليوم العالمي لرواد الفضاء، يعني في عندنا نحن اليوم العالمي للفيزياء واليوم العالمي للكيمياء، عندنا الاسبوع العالمي للفضاء، في كثير فعاليات بتقوم فيها المنظمه العامه للامم المتحده. هذا اليوم تم فيه تسليط الضوء على رواد الفضاء. رواد الفضاء لانه يعني مهنه رائد الفضاء اصبحت مهنه، كانت شغله نادره، مو اي انسان بيقدر يطلع على الفضاء. يعني كان معدودين تماما ولازم يكونوا بمواصفات محدده، لازم يكونوا طيارين. هلا ما عاد في انه والله لازم يكون طيار لحتى يطلع على الفضاء. توسع النطاق شوي، فينا نقول توسع النطاق كثير الحقيقه، لانه اساسا الابحاث العلميه بالفضاء صار بدها من جميع الاختصاصات، لازم يكون في اطباء، لازم يكون في مهندسين، لازم يكون في مهندسين زراعيين، لازم يكون في تقنيين من كافه المجالات، اطباء اسنان. يعني هلا صرنا بمرحله اي انسان يهوى ان يصبح رائد فضاء بإمكانه أن يصبح رائد فضاء إذا تمتع بالمواصفات المطلوبة لهذه المهنة. فتم التسليط على الضوء على هذه المهنة من أجل إلقاء الضوء على حياة رواد الفضاء وحياة عائلاتهم. حقيقة كمان مو بس رائد الفضاء يعني اللي بدنا نسلط الضوء عليه، لأنه في له عائلته كتير رح تكون مساعدة ومساندة له، رح تكون المخاطر والمشاعر المتبادلة بين رائد الفضاء وهو خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية وهو عم يخاطب مثلا عائلته من هذه المسافات الهائلة. فتم إلقاء الضوء على هذه المناسبة. طبعا هذه المناسبة كان يحتفل فيها فقط في روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا، لأنه هي يعني سابقة في التاريخ أنه إنسان، أول إنسان يطلع إلى الفضاء، مثل ما ذكرتي رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين بعام 1961، مثل اليوم تماما عام 1961. هذا كان سبق تاريخي، يعني هو فتح الباب وفتح المجال أمام اكتشافات وأمام أمور هائلة جدا أصبحت وتطورات هائلة في هذا المجال، مجال ريادة الفضاء وزيارة الفضاء. نعم، يعني أستاذ عبد العزيز حضرتك حكيت عن يوري جاجارين وهو أول رائد فضاء بالعالم، خلينا نستذكر مع حضرتك بعض أسماء رواد الفضاء العالميين أيضا يلي كان لهم بصمة باكتشاف هذا العالم الغامض بالنسبة لهم. الحقيقة إذا بدنا نسلط الضوء بس بثواني بسيطة إنه مين أول كائن حي صعد إلى الفضاء، رح نستغرب، لأنه طبعا مو أول شيء كانوا مو أول شيء جربوا بالبشر طبعا. فالأمريكان جربوا بقرد اسمه ألبرت، السوفيت جربوا بكلبة اسمها لايكا. طبعا السوفيت اختاروا الكلبة لأنه أعصابها هادئة أكثر من القرد، القرد أظهر سلوك عدواني لما بينحط بهالظروف، ظروف الأسر إذا صح التعبير، عم يظهر سلوك عدواني. فالروس لا، اختاروا الكلبة لايكا، طبعا هي من بين عدة كلاب تم تدريبهم وأرسلوها للفضاء في عام 1957. إذن قبل الرحلة أول إنسان للفضاء بأربع سنوات تم إطلاق الكلبة لايكا، وللأسف توفيت بعد عدة ساعات من الانطلاق بسبب ظروف الحرارة والضغط الذي حصل في المركبة. بعد ذلك كان أول رائد فضاء مثل ما حكينا يوري جاجارين اللي فتح الباب أمام رواد الفضاء وأمام الناس أنه فعلا هذا الشيء ليس مستحيلا، يمكن لأي إنسان أن يصعد إلى الفضاء. البصمة الثانية والكبيرة كان في عنا رائد الفضاء نيل أرمسترونغ الأمريكي، طبعا هذا اسمه شهير جدا من أشهر الأسماء العالمية لأنه هو أول إنسان هبط على سطح القمر. فالحقيقة في رواد فضاء كتير، ولكن أكبر اسمين نحن ممكن نصادفهم دائما بعالم رواد الفضاء هو يوري جاجارين ونيل أرمسترونغ. طيب إذا نحكي بالعالم العربي، نحن بالعالم العربي الحقيقة أول رائد فضاء عربي هو كان السعودي سلطان بن سلمان بعام 1985، صعد لبضع ساعات إلى الفضاء فقط. وفي رائد فضاء السوري محمد فارس كمان كان أول رائد فضاء سوري، طلع بمركبة روسية بالرحلة السورية السوفيتية المشتركة وعمل عدة أبحاث
وأصور سوريا من الفضاء. نعم. وكانت يعني رحلة كمان ناجحة ومثيرة. العزيز يمكن الخروج لعالم الفضاء هو بحد ذاته بصمة مهمة وأكيدة. خلينا نحكي شوي عن الرحلات كمان، رحلات الفضاء بشو ساهمت؟ أكيد كل رحلة كان لها سبب، يعني بالبداية مو بس استكشاف هذا العالم، كان في أسباب وراء كل رحلة، إذا بنحكي عن هاي الأسباب. طبعا بالحقيقة الرحلات إلى الفضاء مثل ما ذكرتي إلى عدة أهداف. أول هدف وضع أنه نحن خروج الإنسان إلى خارج هذا النطاق، حتى نحن نعرف خارج نطاق الكرة الأرضية شو فيه، شو ممكن الإنسان يستكشف خارج الكرة الأرضية. بمعظم الحالات كانت تكون المطلوب هو شيء اقتصادي، يا ترى فينا نحصل شيء أحسن من اللي إحنا عايشين فيه أو لا، فينا نحصل يا ترى مجوهرات، ربما أحجار كريمة من كواكب أخرى، فينا نعيش مثلا، فينا نعيش على سطح القمر أو ما فينا نعيش. وهل لما كان لقينا فعلا في حياة سابقة على سطح القمر ولا لا؟ عالم مجهول. الحقيقة نقطة كتير مهمة ذكرتي حضرتك، أنه من أهم أهداف رحلات الفضاء هو أنه نستكشف في حياة ترى خارج الكرة الأرضية أو لا. طبعا نحن ودنا نستكشف، نستكشف بالأماكن القريبة إلنا نسبيا، أو أقرب مكان كان إلنا أنه نستكشف فيه في حياة أو لا هو القمر. لذلك توجهت الأنظار إلى القمر لنشوف ظروف الحياة على القمر. الحقيقة تبين أنه ظروف الحياة على القمر معدومة، لم يكن يوجد أي حياة على سطح القمر، ولا حاليا يوجد أي حياة، ولا يمكن في المستقبل إذا ظلت الظروف وفق ما هي عليه أنه يكون في حياة على سطح القمر. يعني القمر جميل بعيدا، القمر جميل بس من بعيد لبعيد. طيب تماما. طيب نحكي عن المريخ، بما أنه لم يكن هناك حياة في القمر، كان عم يقولوا من الممكن أنه يكون في حياة سابقة على المريخ. تماما، لذلك اتجهت الأنظار من القمر للمريخ اللي هو كمان يعتبر بالمسافات الفلكية قريب. طبعا القمر 384 ألف كيلومتر، فهذا بالمقاييس الفلكية قريب جدا. بعد منه المريخ، المريخ إذا بدنا نساوي رحلة على المريخ تستغرق من 6 إلى 8 أشهر للوصول، وهذا بالمسافات الفلكية كمان يعتبر كتير قريب. الفرق بينه وبين القمر قديش تقريبا إذا نحكي؟ ساعات. نحن بيننا وبين القمر ساعات، لأنه المركبات الفضائية بتمشي بسرعة حوالي 27 ألف كيلومتر بالساعة إلى 50 ألف كيلومتر بالساعة حسب المركبة وحسب الوقود. فالرحلة للمريخ بتكلفنا 6 إلى 8 أشهر سفر، فاللي بده يروح على المريخ بده يعمل حسابه عنده سفر 8 أشهر تقريبا، وإذا في عودة كمان 8 أشهر تانيات. فالمخاطر أكبر. المخاطر كبيرة كتير. الحقيقة كوكب المريخ يعتبر كوكب الجدل، لأنه أثيرت حوله كتير مسائل بالنسبة لوجود الحياة. يا هل ترى في حياة أو لا؟ ليش أثيرت هاي التساؤلات؟ الحقيقة أنه نحن موجودين، الأرض والمريخ موجودين بمنطقة اسمها الهابيتابل زون، أو هي منطقة الحياة بالنسبة لمجموعتنا الشمسية. كل مجموعة شمسية، كل نجم في منطقة محيطة فيه بمسافة محددة تسمى منطقة الحياة. أنه إذا نشأ حياة في هذه المجموعة الشمسية فيجب أن تنشأ في هذه المنطقة، وليس بالضرورة أن تكون موجودة الحياة فعليا. نحن منطقة الحياة هي من قبل الأرض بشوي لبعد المريخ بشوي، فالأرض والمريخ ضمن هذه المنطقة، لذلك اتجهت الأنظار باتجاه المريخ. طبعا المركبات الفضائية والمسادير الفضائية طلعت على المريخ أكثر من مرة وأخذت عينات من سطح المريخ وتم هون تحليلها. كان الجدل يمكن. تماما، هون كان الجدل. تربة المريخ قريبة تركيبتها من تربة الأرض، إمكانية الحياة موجودة، إلا أنه عدم وجود غلاف جوي للمريخ منع نشوء هذه الحياة. عندنا غلاف الجوي، بس يقال كان في مصادر مائية نوعا ما في المريخ. تماما، الماء السائل وجد على سطح المريخ في فترة من الفترات، وأخاديد السيول ما زالت حتى الآن موجودة، تدل على أنه كان في مياه على سطح المريخ. وحتى الآن نحن بالاكتشافات في مياه تحت القشرة، تحت قشرة المريخ موجودة المياه، وفي فترة من الفترات يمكن أن يوجد الماء السائل على سطح الكوكب نفسه. ولكن هل وجدت الحياة أم لا؟ الحياة ليست مرتبطة فقط بالماء، هناك الأكسجين. الماء والأكسجين إذا اجتمعوا مع بعض، وطبعا بالإضافة لدرجات الحرارة ما تنخفض انخفاضات شديدة وترتفع ارتفاعات شديدة، كوكب المريخ ملائم ولكن لا يوجد على سطحه أكسجين. ليش؟ لأنه ما في غلاف جوي يحبس الأكسجين ضمن جو المريخ. نحن الغلاف الجوي للأرض مكون من عدة طبقات من الغازات، أول شيء بتحمينا من الأشعة الضارة اللي ممكن تجي من الشمس، هي نوافذ فلاتر بتخلي قسم من الأشعة يمرق والقسم الثاني لا، هو القسم المؤذي، الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. بالإضافة لذلك تحافظ على الأكسجين على سطح الكرة الأرضية، ما بتخليه ينفلت من سطح الكرة الأرضية، ولا لو انفلت الأكسجين ما بقى في حياة على سطح الأرض. حقيقة على كوكب المريخ هذا الشيء غير موجود. لذلك يسعى العلماء بأفكار قد تبدو غريبة للبعض، ولكن من حيث المبدأ العلمي هي قابلة للتنفيذ،
إنشاء غلاف جوي للمريخ. يعني هي بعض الأفكار اللي هن بدهم يساووا برحلات المريخ القادمة، الرحلات المأهولة، أنه بدهم يأسسوا لبناء، إذا صح التعبير، سطح أو غلاف جوي للمريخ من أجل إمكانية الحياة على سطح المريخ. نعم. طيب أستاذ عبد العزيز، بما أنه اليوم حديثنا عن رواد الفضاء، خلينا نحكي ولو بالمرور السريع عن شو ممكن يتعرض له رائد الفضاء، شو هي النظام اللي بيختاروا أو بيخضعوا له رائد الفضاء، وعلما أنه سمعنا عن كتير أقاويل بتقول أنه شخص بعد ما يطلع إلى الفضاء الخارجي بيختلف جسديا وممكن يأثر عليه نفسيا. الحقيقة في كتير دراسات بتقول أنه بتدرس حالة رائد الفضاء قبل الصعود إلى الفضاء وبعد عودته. بالبداية إذا بدنا نحكي شو الترتيبات اللي بتصير لرائد الفضاء، الحقيقة يخضع رائد الفضاء لتدريب شديد جدا. يعني أول شيء موضوع الدوار، يعني هن بيحطون بأجهزة هي إذا واحد بيقعد فيها دقيقتين يعني خلاص طبعا تفتل بكل الاتجاهات وبسرعات عالية، وبيفحصوا الأجهزة الحيوية، دقات القلب والضغط ومدى الشعور بالخوف، الهرمونات شو بيصير عنده تغير. بدنا نشوف رائد الفضاء وقت يطلع وينطلق بالمركبة يا ترى هل يحتمل الضغط الذي سيتشكل عليه أم لا، إذا ما بيحتمل يستبعد فورا. ولذلك أغلب رواد الفضاء كانوا طيارين، لأنه الطيار متجاوز بيكون مرحلة كتير كبيرة من هي الاختبارات. أما إذا كان غير طيار بده يخضع من الصفر للتدريبات، وبده يكون ذو بنية جسدية قوية، نظامه الغذائي، ما يكون مدخن، في كتير شروط الحقيقة، ما يكون مدمن كحول، لأنه كل هاي الأمور يعني بتأثر فيما بعد على التكوين الفيزيولوجي، على الأمور الفيزيولوجية اللي ممكن تحصل مع رائد الفضاء. فالترتيبات الأولية بتكون كتير صعبة مو سهلة، يوضع في جو بيلبسوه بدلة رائد الفضاء ويوضع في أجواء وكأنه صار بالفضاء، بيعملوا للمحاكاة السيموليشن على أنه هو طلع على الفضاء، بيدرسوا كل التغيرات الفيزيولوجية اللي صارت على رائد الفضاء. بعدين بس يطلع رائد الفضاء الحقيقة على الفضاء صار في عدة مخاطر ممكن يتعرض لها. صحيح. مخاطر نفسية، وهي كل رواد الفضاء بيخضعوا لبعض المعالجات النفسية مع الأطباء النفسيين. مخاطر جسدية، يا ترى هل سيحتمل رائد الفضاء حالة شعور بعدم الوزن، انعدام الجاذبية، الأشعة الكونية اللي ممكن يتعرض لرائد الفضاء وهو ما نتعرض لها، احنا على الأرض ما نتعرض لها بسبب وجود الغلاف الجوي. لما نطلع خارج الغلاف الجوي ممكن نفسيا يكون مهيئ، يعني نفسيا بهيئوه لرائد الفضاء. يمكن الحديث عن عالم الفضاء واسع جدا. أكيد. هو عالم مجهول. أكيد. مع التطور العلمي دائما في معلومة جديدة. نتشكرك الأستاذ عبد العزيز سنوبر، نائب رئيس الجمعية السورية الفلكية، للمعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا لك أستاذ عبد العزيز.